وصل إلى البلاد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بن الحسين ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم في زيارة رسمية للبلاد. وكان في مقدمة مستقبل سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد ورئيس بعثة الشرف الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة. وقد رافق سموه وفد رسمي يضم كل من دولة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الدكتور بشر الخصاونة ومعالي وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو وسعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت صقر أبو شتال وعدد من كبار المسؤولين. Thank you.